الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في دعمها لدفع جهود التنمية الاقتصادية في إفريقيا. الصحة تعلن إجراء أكثر من 1,000,000 عملية جراحية ضمن إنهاء قوائم الانتظار. الإسكان تعلن إعفاء 80% من الغرامات حلال سداد المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية. المزيد في التقرير التالي. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس التقى على هامش الاجتماعات بالرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث ناقش الرئيسان جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات ومواجهة آثار التغيرات المناخية في إفريقيا، فضلا عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وجزر القمر. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس إميرسون مانانغاغوا رئيس زيمبابوي، حيث بحث الرئيسان كيفية تفعيل أطر التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين. والتقى أيضا السيد الرئيس مع رئيس وزراء بوروندي جيرفي نادير أكوبوكو، حيث تم التطرق إلى الملفات الإفريقية المطروحة على الساحة وتأكيد مواصلة جهود الدولتين لتعزيز آليات التعاون الثنائي في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بينهما. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس التقى كذلك مع كل من السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. والسيد ناردوس بيكلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد، والسيدة تشالشي كابوي بوي الأمين العام لمنظمة الكوميسا، حيث ركزت اللقاءات على بحث سبل تدعيم عمل وفعالية أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالاته ومنظماته ودفع جهودها لتحقيق وحماية مصالح الشعوب الإفريقية. على
أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء 1,703,035 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الأفارقة في إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال اللقاء وزير المالية مع موسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني على هامش مشاركاته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.